السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نشرح اول محاضرة بالبادي فلويدز، وراح نبدي بالobjectives. Explain the distribution of water among body fluid compartments. راح نفسر شلون ممكن المي ينتشر خلال مكونات سوائل الجسم. كذلك enumerate the compositions of extracellular fluid and intracellular fluid. راح نعدد مكونات ال extracellular fluid والintracellular fluid. كذلك explain the ways for measuring volume of body fluid compartments. راح نعرف شلون ممكن نقيس مكونات سوائل الجسم. هاي بنهاية المحاضرة. نبدي بالفلويد and electrolyte homeostasis، اتزان الالكتروليتات وكذلك السوائل. Osmotic homeostasis is important to prevent large osmotic shifts of water into and out of the cell, which would interfere with normal cell function. إذا الاتزان الأزموزي هو مهم حتى يمنع أو حتى يحافظ على دخول الماء بصورة طبيعية من وإلى الخلية، لأنه إذا دخل ماء أكثر من اللازم وخرج ماء أكثر من اللازم راح يأثر لي على فعاليات الخلية. زين شلون؟ دخول ماء أكثر من اللازم راح يؤدي إلى انتفاخ الخلية، مما يؤدي إلى تمزق الخلية، مما يؤدي بالنهاية إلى موت الخلية. كذلك خروج الماء أكثر من اللازم راح يؤدي إلى انكماش، وبالتالي راح يأثر على الفانكشن مال الخلية. أوكي. While volume homeostasis is important to allow normal cardiovascular and circulatory function. وكذلك اتزان حجم هذه السوائل بالجسم هو مهم حتى يسمح لي للقلب والأوعية الدموية وجهاز الدوران بشكل عام بأن تشتغل بشكل صحيح. Fluid compartments، إذا مكونات سوائل، يعني سوائل الجسم الخارجية والداخلية، راح نقارن بيناتهم بدءا من ال pH. راح نلاحظ هنا انه ال pH مال intracellular fluid هو أقل من ال pH مال extracellular fluid، ولكن بنسبة كلش ضئيلة. اوكي، شنو السبب بهالشي؟ السبب بهالشي بانه عملية الايض الخلوي راح تصير بالintracellular fluid، اوكي، وراح تنتج لي ايون الهيدروجين، وكل ما زاد ايون الهيدروجين احنا نعرف راح تقل ال pH بسبب العلاقة العكسية اللي بينهن، واللي هي pH يساوي سالب لوج ال H. وجود السالب رياضيا راح يخلي العلاقة ما بين ال H وال pH هي علاقة عكسية. بالنسبة للأوزمولاريتي هي مساوية كلا السائلين، يعني الخارجي والداخلي. الكاسيونز اللي هي الأيونات الموجبة عندي بالإكستراسيلر فلويد الصوديوم والكالسيوم، بينما بالإنترا عندي البوتاسيوم والمغنيسيوم. أما بالنسبة للأيونز اللي هي الأيونات السالبة، ما أدري إذا قلت الكاتيونز هي الموجبة، بس حتى أكد إن هي موجبة خاف قلت سالبة. الأنيونز عدي بالإكستراسيلر فلويد الكلورايد، كذلك ضافت هي البيكربونات. كذلك عندي بالأنيون بالإنتراسيلر فلويد الفوسفات والبروتينات. الفوسفات والبروتينات هي مكونات عضوية، أوكي، بينما المكونات الغير عضوية يعني توجد بشكل أكبر بالإكستراسيلر فلويد. نجي على حجوم كل واحد من عدهن. الانتراسيلر فلويد حجمه هو ضعف حجم الاكستراسيلر فلويد، ويشكل لي ثلثين توتال بري وار توتال بري فلويد. اذا ثلثين حجم السوائل الموجوده بالجسم كاملا، بينما الاكستراسيلر فلويد لا، يشكل لي ربع، يشكل لي اقل من عنده. نجي على الاكستراسيلر فلويد، راح يتقسم لي الى interstitial fluid وكذلك إلى البلازما. الinterstitial fluid يجيب له حوالي 11 لتر، بينما البلازما 3 ألتر. إذا نجمعهن راح تطلع لي 14، واللي هي حجم الإكستراسيلر الكلي. أوكي، نجي على how water works. أول شيء regulate body temperature، إذا ينظم درجة حرارة الجسم، وذلك جنبا إلى جنب مع الهايبوثالامس اللي هي الغدة النخامية، واللي مثل ما نعرفها بالفيزياء هي الثرموستات مال الجسم. كذلك يرطب الأنسجة، أوكي، الموجودة بالفم والعين والأنف. lubricate joints،
يشتغل يعني كمزيت. شلون احنا قلنا بالفيزياء سينوفيال لوبريكانت موجود بالجوينتس واللي يسهل من حركة الجوينتس، يخلي المفاصل أكثر مرونة. كذلك protects body organs and tissues، راح يحمي أعضاء الجسم وكذلك الأنسجة، بالإضافة إلى أنه هو يمنع الإمساك واللي يصير بهذا الجزء من الأمعاء الدقيقة. أوكي. Reduce the burden on kidneys and liver by flushing out waste products. إذن يخفف الحمل على الكلية وعلى الكبد من خلال طرده للفضلات أو النواتج الثانوية. And helps dissolve minerals and other nutrients to make them accessible to the body. إذن أكيد هو الماء راح يكون وسط مذيب المعادن والغذاء، ومن مندوب المواد بالجسم راح يسهل وصولها لكل أعضاء الجسم. كذلك carries nutrients and oxygen to the cells، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من الدم، فنقدر نعتبر الماء هو الناقل للأغذية والأكسجين أوكي للخلايا. نجي على total body water، يكون حوالي 42 لتر بالجسم كاملا، يعني حوالي 60% من وزن الجسم. total body water ينقسم إلى قسمين أوكي، extracellular fluid والintracellular fluid. وإحنا قلنا بالجدول الأول إنه intracellular fluid يشكل ثلثين حجم الجسم، يعني 28 لتر آسفة، والextracellular fluid راح يشكل ربع حجم سوائل الجسم، يعني 14 لتر. extracellular fluid هم رجعنا قسمناه إلى interstitial fluid وكذلك إلى بلازما، وعندي مكون ثالث اللي كان مذاكرة وذلك بسبب نسبته القليلة اللي هو transcellular fluid. interstitial fluid راح تشكل لي 3 أرباع extracellular fluid، يعني تقريبا 10.5 لتر، بينما البلازما تشكل لي ربع extracellular fluid يعني تقريبا 3 لتر، بينما transcellular fluid راح يشكل لي نص لتر. يعني هاي السلايدات لحد هسه ما بيها شيء. extracellular fluid is further divided into two major compartments. اذا السائل خارج الخلايا هم راح يرجع يقسمه الى interstitial fluid ما بين الخلايا والبلازما، وقلنا third compartment اللي هو transcellular compartment ما يذكره، يعني دائما يقول هو جزئين. ليش؟ لانه is quantitatively small and include cerebrospinal, pleural, peritoneal and digestive fluid. هذا الترانسلولار فلويد اللي قلنا نسبته حوالي 0.5 لتر من الاكسترانسلولار فلويد، ايش راح يشمل لي؟ راح يشمل لي السائل اللي بالدماغ اللي هو حول الاغشية العصبية اللي هي ياتها بهذا الصورة. هذا اللحظة هو هذا الازرق الفاتح هو محيط بالدماغ اوكي. كذلك البلورال اللي هو غشاء الجنب اللي يحيط بالرئة، إذا تشوفون هذا يحيط بالرئة من الخارج كذلك من الداخل. كذلك الغشاء الصفاقي أو ما يسمى يعني حتى نعرفه بلغتنا اللي هو تجويف البطني اللي هو هنا موجود. طبعا هنا increased amount، يعني هاي مو حالة طبيعية، ترى هذا مرتفع. كذلك الدايجستيف فلويد اللي هي السوائل اللي تهضم الأكل. نجي على distribution of water among the body fluid، انتشار الماء خلال سوائل الجسم. total body water، water accounts for 50% to 70% of body weight with an average value of 60%. إذن كمية الماء بالجسم كنسبة مئوية راح تتراوح لما بين 50% إلى 70%، بس المعدل مالتها هو 60. يعني شو المعدل مالتها؟ يعني النسبة الوسطية اللي تتراوح ما بين كذا درجات، يعني 50% زائدا 70% قسمة 2 أوكي، راح تطلع لي 60% تقريبا. The percentage of total body water varies depending on gender and amount of adipose tissues in the body. إذن النسبة المئوية
مال سوائل الجسم سوري الماء نسبة الماء الكلية الموجودة بالجسم راح تعتمد على عاملين، أول شيء الجندر سواء كان ذكر أو أنثى اللي هو الجنس، كذلك نسبة الأنسجة الدهنية الموجودة بالجسم، أوكي؟ والعلاقة ما بين وجود الأنسجة الجسمية الأنسجة الدهنية آسفة ولا وجود الماء هي علاقة عكسية، حيث شي يقول؟ يقول water content of the body correlates inversely with fat content، أوكي؟ عكسية، تناسب عكسي بيناتهم، كل ما زادت الفات بالخلايا الدهنية بالجسم كل ما قلت نسبة الماء. Women have lower percentage of water than men because women have the higher percentage of adipose cell. إذا نسبة الماء الموجودة بأجسام النساء تكون أقل مما هي بأجسام الرجال، ليش؟ لأنه الأنثى المرأة بجسمها خلايا دهنية أكثر، أوكي؟ ليش خلايا دهنية أكثر يعني؟ ليش ما متساوية؟ هذا يرجع لوجود هرمون الأستروجين عند المرأة واللي يزيد بالأخص بعد فترة البلوغ وبالأخص في فترة الحمل. هذا الهرمون مال الأستروجين راح يأثر على الأكسيديشن مال فات كونتنت، يعني المحتويات الدهنية يأثر على الأكسيديشن مالتها، أوكي؟ فراح يصير عندي تجمع بالدهون بجسم المرأة أكثر من ما هو بجسم الرجل، بالإضافة إلى عوامل بيئية وعوامل جينية، بس هو الأكثر شيء اللي يأثر لي هرمون الأستروجين. So, thin men have the highest percentage of body weight as water اللي هي 70%، and obese women have the lowest percentage اللي هي 50%. إذا الرجل النحيف راح يمتلك لي أعلى نسبة من المي اللي هي 70%. وإذا نجي نقارنها بالرجل السمين، أكيد الرجل النحيف راح يمتلك أعلى نسبة من المي. ليش؟ لأن الرجل السمين هم يعني إحنا قلنا تعتمد على وجود الخلايا الدهنية، فالرجل السمين راح تكون عند الخلايا الدهنية أكبر، لذلك راح تقل نسبة المي. فأكو تفاوت همين ما بين الجنس الواحد حسب وجود الخلايا الدهنية، لكن بشكل عام إيش قد ما نجيها، فالخلايا الدهنية عند المرأة أكثر من الرجل. أوكي. And obese women المرأة السمينة أو الخشنة نقول have the lowest percentage اللي هي 50%. The 60-40-20 rule is useful to know that 60% of body weight is water. 40% عندي intracellular fluid وال 20% عندي extracellular fluid. إذا عندي قاعدة 60-40-20 توضح لي إلى إنه 60% من وزن الجسم هو مي، 40% من وزن الجسم هو intracellular fluid، و20% من وزن الجسم هو extracellular fluid. خلي ناخذ مثال، أساني أعطيكم وزني هنا 54، وأريد قد نسبة المي الموجودة بجسمي، أوكي؟ فنجي نضرب، قلنا 60% من وزن الجسم هو water، إذا 60/100 في الوزن راح تعطيني 32.4 لتر، هاي كمية المي الموجودة بجسمي آني كأنثى وزنها 54، وكذلك تمشي لباقي الأوزان. نجي على الموضوع اللي تقريبا دسم هنا اللي هو Donnan effect and composition of extracellular fluid. Capillary membrane has pores highly permeable to almost all solutes in extracellular fluid except proteins. إذا غشاء الأوعية الدموية اللي هو هذا، أوكي، راح يكون نفاذ لهواية molecules عدا البروتينات. ليش؟ لأنه هي جزيئات كبيرة ما تقدر تمر من خلال هذه الثقوب. So proteins concentration is higher in the plasma than in interstitial fluid. إذا تركيز البروتينات بهاي الأوعية الدموية هو أعلى من عنده بالinterstitial fluid اللي هو السائل ما بين الخلايا، لأن ما تقدر هي البروتينات تعبر وتتبادل حتى يتعادل concentration مالتها. Cations are slightly higher in the plasma due to Donnan effect. Negative proteins bind more cations. إذا الجزيئات الموجبة الأيونات الموجبة تكون
أعلى بشكل طفيف بالبلازما من السائل اللي حولها، وذلك طبقا لدونان إفكت. والبروتينات السالبة تجذب لي أو ترتبط لي بأيونات، الأيونات السالبة البروتينات السالبة مال البلازما فلويد ترتبط لي بالكاتيونز اللي هي الأيونات الموجبة. والأنيونز are slightly lower in plasma due to opposite effect، يعني الجزيئات السالبة هي أقل بالبلازما طبقا لتأثير معاكس. وأدري كل شيء ما افتهمته، راح نجي أفصلها شوية. بالبداية إحنا راح نجي نعرف شنو دونان إفكت. دونان إفكت شي يقول؟ يقول وجود non diffusible ions اللي هي الأيونات اللي ما تقدر تنتشر مثل البروتينات، أوكي، on one side of the membrane، على جانب واحد من الغشاء عندنا هو هذا الغشاء، راح تأثر لي على diffusible ions اللي هي الأيونات اللي تقدر تنتشر عبر هذا الغشاء، أوكي. هذا تعريف تأثير دونان. نجي ندخل بالعمق، شلون راح يصير هذا الشيء؟ تأثير دونان راح يجمع لي ما بين شغلتين، أول شيء انحدار التركيز، ثنين انحدار الكهربائية. شلون يعني؟ يعني هنا بهذا الجانب من الغشاء عندي تركيز للأيونات بشكل أكبر من هذا الجانب، أوكي؟ فبصورة طبيعية أكيد راح تنتقل الأيونات من التركيز العالي للتركيز الواطي، لكن راح يقابلها كذلك انحدار الكهربائية. شنو انحدار الكهربائية؟ يعني انجذاب الشحنات الموجبة والسالبة. زين، راح نجي نشوف شو راح يصير. هسه هنا أنا عندي صوديوم موجب وكلوريد سالب، قلنا الأيونات راح تنتقل من التركيز العالي للتركيز الواطي. زين، بالنسبة للصوديوم كلش طبيعي انتقل من التركيز العالي للتركيز الواطي، كذلك بالنسبة للكلوريد. الكلوريد شو راح يصادف لي؟ راح يصادف لي البروتينات اللي شحنتها سالبة، أوكي، وهو هم شحنته سالبة، فراح يتنافر وياها وراح يرجع عبر الغشاء، يرجع عبر الطريقة اللي إجا من عنده. لكن أيونات الصوديوم اللي حاملة للشحنة الموجبة راح تروح بلا رجعة. ليش؟ لأنه أول شيء انتقلت من تركيز عالي لتركيز الواطي، هذا أول عامل. اثنين، راح تتجاذب ويا البروتينات اللي شحنتها سالبة، أوكي؟ أوكي. زين، بما أنه راح تنتقل كمية أكبر من الصوديوم نتيجة لانتقاله من تركيز العالي للتركيز الواطي، وكذلك نتيجة لاختلاف الشحنات، راح تكون هنا كمية الصوديوم أعلى، أوكي، من كمية الصوديوم اللي هنا. وهذا اللي دي قصده لما دي يقول اكو الكاتيونز، يعني الايونات الموجبه مرتفعه بشكل طفيف بالبلازما اللي هو هاي الجهه من الميمبرين، هي البلازما. ليش؟ لانه همين انتقلت من تركيز عالي لتركيز واطي، وهمين انجذبت بالشحنات بسبب الاختلاف مال الشحنات، اوكي اوكي. بينما الانيونز ما تقدر تبقى تستقر، هي موجوده بس بنسبه كلش ضئيله، ما تقدر تستقر، وذلك بسبب البروتينات اللي شحنتها سالبه راح تتنافر وياها. إذن الأيونات السالبة إلها عامل واحد يخليها تنتقل اللي هو انحدار التركيز من التركيز العالي للتركيز الواطي، لكن راح يرجعها الاختلاف بالشحنات. لذلك راح تكون نسبة الأنيونز هي أوطأ بالبلازما مما هي عليه خارج البلازما. وهذا بكل بساطة تأثير دونان، هي هوسة بس مختصر السالفة. الناس طالعة ناس طابة حسب الانحدار بالتركيز وحسب الانحدار بالكهربائية، أوكي؟ من المستفاد هنا؟ المستفاد الأيونات الموجبة، لأن همين راح تنتقل من تركيز عالي لتركيز واطي، وهمين راح تتجاذب ويا البروتينات، بينما الأقل حظاً هي الكلوريدات، أوكي؟ راح تنتقل من تركيز عالي لتركيز الواطي، لكن راح ترجع نتيجة للتنافر بالشحنات، فراح يصير أكو شوية اختلال، فراح ترتفع نسبة الصوديوم بالبلازما بينما تقل نسبة الكلوريد. وهذا كل ما التأثير دونان. هذا كله طبعا مخطط كله شرحناه، يعني ما حاجة أعيده. هنا نهاية بالنسبة لهذا الجدول، حسب ما أتذكر قالت الصوديوم والبوتاسيوم تحفظون النسب مالتهن. هنا concentration بالإكسترا سيلولر فلويد بالنسبة للصوديوم أكبر من البوتاسيوم،
كذلك بالانتراسيلر فلود هو العكس. ليش؟ لان احنا نتذكر المضخة الصوديوم بوتاسيوم بومب، اوكي، راح تطلع لي 3 صوديوم وتطبب لي 2 بوتاسيوم، اوكي. لذلك راح يكون بالاكستراسيلر فلويد نسبة البوتاسيوم اعلى مما هي بالانتراسيلر فلويد، كذلك العكس بالنسبة للبوتاسيوم. هنا نجي على المسألة. What is the intracellular fluid volume in 70 kilogram body weight person؟ إذا يريد الانتراسيلر فلويد ومنطيني وزن الشخص، مثل ما أخذنا قبل شوية 60-40-20 رول، اللي هي القانون ما 60-40-20%، راح نمشي عليه. هو رايد الانتراسيلر فلويد، إيش قد يبلغ الانتراسيلر فلويد بالجسم؟ راح يبلغ لي حوالي 40% من وزن الجسم. لذلك راح نجي نضرب 40% بوزن الجسم وراح يطلع لي الناتج اللي هو 28%، هذا مقدار الانتراسيلر فلويد بشخص وزنه 70 كيلوغرام. وصلنا للجزء الثاني من المحاضرة اللي هو measuring volume of body fluid compartment. شلون راح نقيس الحجم مال سوائل الجسم؟ The volume of the body fluid compartments are measured by dilution method، اللي هي طريقة التخفيف حرفيا كترجمة حرفية، أو بالأحرى اللي إحنا نعرفها التسحيح، اللي تعتمد على هذا القانون M1V1 يساوي M2V2. The basic principle is that a marker substance will be distributed in the body fluid compartment according to its physical characteristics. إذا المبدأ الرئيسي لعمل هذه الطريقة إنه الماركر المحدد اللي راح نحقنا بالجسم راح ينتشر بسوائل الجسم حسب خصائصه الفيزيائية، وهسه نجي نعرف شلون. The following steps are used to measure volume of body fluid compartment by the dilution method. إذا عندنا خطوات معينة تعلمنا شلون راح نقيس كمية سوائل الجسم. نبدأ بأول خطوة اللي هي identification of an appropriate marker substance. أول شيء لازم نختار ماركر ملائم لسوائل الجسم، لأنه كل سائل بالجسم إلى ماركر خاص به، سواء كان water، سواء كان extracellular fluid، سواء كان بلازما أو intracellular fluid. نجي على أول واحد اللي هو الwater. The markers for total body water are substances that are distributed wherever water is found. إذن المحددات أو يعني اللي المواد اللي نستخدمها حتى نحسب كمية المي بالجسم، من شرطها إنه لازم تنتشر وين ما لقيت المي، أوكي؟ يعني مو تتوقف، يعني هسه لما أبثها بالجسم مو تتوقف عند حد معين، لا، لازم تنتشر، هذا شرطها، وين ما لقيت مي لازم تنتشر. These substances include isotopic water، كذلك D2O. Tritiated water، وكذلك الانتيبيرين، a substance that is very lipid soluble. إذن هاي المواد راح تتضمن للايزوتوبيك water، D2O، كذلك tritiated water، هي كلها نفس المعنى اللي هي كلها مي أصلا. هاي المكونات الثلاثة هي كلها عبارة عن مي. إذن شنو الفرق بيناتهم؟ أول شيء مثل ما تلاحظون الفرق هو بالمسمى، واللي يعود للسبب الأصلي الاختلاف بعدد الكتلي للأكسجين. يعني هو كله مي بس العدد الكتلي للأكسجين راح يختلف من مكان لمكان. كذلك الانتيبيرين اللي هو very lipid soluble. نجي على، خلصنا الماركرز مال total body water، نجي على extracellular fluid. The markers for extracellular fluid volume are substances that distribute throughout the extracellular but do not cross cell membrane. إذن من شرط هذه المكونات إنه اللي تنتشر بالسائل الخارجي ما تعبر غشاء الخلية، لأن من عبرت غشاء الخلية راح تفوت للإنتراسيلر فلويد، وهنا راح تضيع علينا، ما نعرف إحنا قايسيهم
سويه قايسين قايسين انتراسيلولر فلويد، يعني صرت تايهه. لذلك لازم من شروطها انه ما تعبر الانتراسيلولر فلويد حتى اقدر اقيس بس الاكستراسيلولر فلويد. شنو هاي المواد؟ These substances include large molecular weight sugars such as mannitol and inulin. تضمن لي جزيئات، يعني الحجم الجزيئي مالتها، الوزن الجزيئي مالتها كبير، مثل السكريات، كذلك الانيونز. السكريات مطيني مثال عليها المانيتول والانولين، وكذلك الانيونز اللي هي الايونات السالبة مثل السولفيت. هسه خلصنا الواتر اوكي، وخلصنا الاكسترا سيلولر فلويد، نجي على البلازما. اوكي Markers for plasma volumes are substances that distribute in a plasma but do not distribute into interstitial fluid because they are too large to cross capillary walls. إذا من شروط الماركرز اللي أقيس بيها حجم البلازما إنه ما تنتشر بالسائل ما بين الخلايا. شنو السبب إنه هي ما تنتشر بالسائل ما بين الخلايا؟ انه تكون حجمها كبير بحيث ما تقدر تعبر من خلال الغشاء، الوعاء الدموي، اوكي؟ يعني حالها حال البروتينات، ما تقدر تعبر من خلال الكابيلاريز. زين، كذلك مطيني شروط بالاضافة الى حجمها الكبير حتى ما تنتشر بالانترستيشيال فلويد. اول شرط، substance should be retained in the blood vessel. اكيد هي راح تبقى بالكابيلاري، ليش؟ It should not pass through capillaries. It should either bind to plasma protein or to red blood cells. إذن هو عاد النقطة، يقول لك هي كبيرة، بالتالي هي لازم تبقى بالوعاء الدموي وما تعبر من خلال غشاء الكابيلاريز. راح ترتبط يا إما بالبروتينات مال البلازما أو راح ترتبط بكريات الدم الحمر. اثنين، substance should itself should not change the blood volume. لأن إذا غيرت البلود فوليوم أكيد ما راح نحصل قياس دقيق للبلازما، فلازم ما تغير حجم الدم. Substance should get evenly distributed in the plasma. إذا هاي المواد لازم تتوزع بالتساوي بالبلازما، يعني هسا أنا من حقنتها تتوزع هيجي بالتساوي، أوكي؟ مو تبقى مثلا متمركزة بفد مكان معين ما متوزعة. وأخير شيء، substance should be non-toxic. أكيد غير سامة، يعني لا عايزة نحقن الجسم بمواد سامة. These substances include radioactive albumin and even blue dye. إذن هي هاي المواد الخاصة بقياس الفوليوم مال البلازما. إذن خلصنا هسه من الماء، خلصنا من السائل الخارجي، خلصنا كذلك من البلازما. بقالي الـ intracellular fluid والinterstitial fluid. ذني السوائل ما نقدر نقيسهن بشكل direct لأنه ما إلهن مواد خاصة بيهن، يعني مثل ما شرحنا بالسوائل السابقة كل وحدة إلها مادتها الخاصة اللي أقدر أقيس بيها حجم السائل الموجود بذاك الجسم. بس هاي السوائل اللي هي ما بين الخلايا وكذلك السائل داخل الخلية ما إلى مواد، وعلى أساس هالشي راح نقيسها بصورة غير مباشرة. شلون؟ Intracellular fluid volume is the difference between total body water and extracellular fluid volume. إذن هو الفرق ما بين الحجم الكلي للماء بالجسم وكذلك حجم السوائل الخارجية خارج الخلايا. بينما الـ interstitial fluid is the difference between the extracellular fluid volume and the plasma volume. إذن هو الفرق ما بين حجم السائل خارج الخلايا ناقصاً الحجم السائل اللي بالبلازما. Okay. Which of the following substances or combination of substances could be used in measure intracellular fluid? إذن هو ده يسأل، يا مكون من هاي المكونات أقدر أقيس بالإنتراسيلولر. أول خيار هو غلط، ليش؟ لأن الماني تول نستخدمها لقياس الإكستراسيلولر فلويدز،
ثاني خيار هو أيضا غلط لأنه إحنا هاي نستخدمها لقياس الماء. ثالث خيار همين غلط لأن هاي نستخدمها لقياس حجم البلازما. رابع خيار اللي يضمن لي الإنولين، أوكي الإنولين اللي نستخدمه لقياس الإكستراسيلولر فلويد، والD2O اللي نستخدمه لقياس الواتر هو صحيح. ليش؟ لأنه إحنا قلنا الإنتراسيلولر فلويد هو الفرق ما بين حجم المي بالجسم وحجم السوائل خارج الخلية، فهذا الخيار هو الصحيح. إذا خلصنا من المواد اللي نقدر نقيس بها السوائل بالجسم، وخلصنا من كل الشروط اللي لازم تتضمنها هاي المواد، نجي على الخطوة الثانية. تعبت والله. Injection of a known amount of the marker substance. The amount of marker substance injected into the blood is measured in milligram or millimole or unit or radioactivity. في الملي يمكن ما أدري شلون تلفظ بس مو مهم. إذا أول شيء لما نحقن مادة بالجسم لازم عندي التركيز مالتها معلوم، لأن إحنا قلنا راح نستخدم قانون التسحيح اللي هو M1V1 يساوي M2V2. فأول شيء نجي عليه إن يكون تركيز المادة المحقونة معلوم. Equilibration and measurement of plasma concentration. إذا أول شيء ثالث خطوة لازم نعادل هاي المادة اللي حقناها، لازم ننتظرها حتى تتوازن بالجسم أو تتعادل، ومن ثم نقيس التركيز المكونات الموجودة بالبلازما، يعني بين قوسين نقيس الـ M2 نانا. أوكي هسه احنا حصلنا M1 بالخطوة الثانية، حنحصل M2 بالخطوة الثالثة. شون The marker is allowed to equilibrate in the body fluid. Correction is made for any urinary losses during the equilibration period, and the concentration of the marker is then measured in the plasma. إذا السائل يعني هاي المادة لما أحقنها بالجسم لازم أنتظر شوية مدة من الزمن حتى تنتشر لي بالجسم وتتعادل، والزايد من هذه المادة راح يطلع لي ويا اليوريا. هذا الزايد اللي يطلع ويا اليوريا أخذه بنظر الحسبان. أوكي يمكن هي الجملة مو بنظر الحسبان بس افتهمتوا قصدي أكيد زين، حتى أعرف إيش قد بالضبط أنا حقنت للجسم وإيش قد بقى بالجسم. أوكي ومن ثم راح أقيس التركيز مال البلازما. إذا هسه إيش صار عندي؟ صار عندي M1 صار عندي M2. Calculation النقطة الرابعة calculation of the volume of the body fluid compartment since the amount of marker present in the body is known. إذا راح نحسب أخير خطوة راح نحسب السوائل الموجودة بالجسم. ليش؟ لأنه المادة اللي يعني إحنا خلصنا كل شيء بس قلنا إحنا ما ذكرنا الحجم الأول اللي هي ال V1. أوكي عندنا M1 عندنا M2 بقى V1. V1 أصلا معلوم، يعني إحنا من نحقن مادة بالجسم أكيد راح نقيس التركيز مالتها بالإضافة راح نقيس الحجم مالتها. إذا إيش بقى عندي؟ بقى عندي الخطوة الأخيرة اللي هي ال V2 اللي هي تمثل لي أحد السوائل اللي أريد أطلعها. زين The difference between the amount originally injected، يعني شو راح أقيسها؟ أول شيء أحتاج الكمية اللي حقنتها أول شيء، اثنين الكمية اللي طلعت بالبول، وأخير شيء التركيز. هاي الكميتين واحدة ناقص اللخ قسمة التركيز. هسه راح نيجي نشوف شلون. اوكي volume يساوي concentration، where volume يا اما يكون volume of distribution اللي هو ال V1، or volume of body fluid compartment اللي هو ال V2. الamount يساوي amount of marker injected يعني حجم المادة اللي حقناها بالبداية ناقصا الحجم اللي طلع لي بالبول، والconcentration يساوي التركيز المادة بالبلازما. راح نجي على هذه المسألة. خمسة وستين يعني رجال وزنه 65
is participating for in a research study for which it is necessary to know the volume of his body fluid compartment. اذا راضي يقيس سوائل الجسم مالته, يعني ريسيرش هو يحتاج يقيس سوائل الجسم مالته, وهو كان وزنه 65. To measure this volume, the man is injected. راح نجي للمعطيات. حقن نفسه بمية ملي مدري إيش, أكيد تعرفوها معنى قلب الشاعر, of D2O. كذلك حقن نفسه بخمسمية ملي جرام of مانيتول. انتظر ساعتين. إحنا إيش قلنا قبل شوية؟ لازم ينتظر ورا ما يحقن نفسه بالمادة فترة لحد ما تنتشر هاي المادة بالجسم, تتعادل ويطلع الزايد من عندها. فانتظر ساعتين, الما طلع بالبول مالته 10% of D2O و 10% of mannitol in his urine. اذا ايش صار عندنا؟ صار عندي الماده المحقونه بالبدايه, وكذلك الماده اللي طلعت من الجسم, بقى عندي الكونسنتريشن مال هذه المواد. following equilibrium, يعني ورا ما صارت اكو توازن بالجسم ورا حقن المواد, طاني الكونسنتريشن مال D2O اللي هو هذا, كذلك الكونسنتريشن مال مانيتول اللي هو هذا. اوكي, اذا ايش صار عندي؟ صار عندي المعطيات كلها حتى اقدر احل المساله, اللي هي ال amount originally injected, كذلك ال amount excreted in urine, كذلك الكونسنتريشن. اذا ما بقى عندي شيء غير بس رياضيات. What is his total body water, his extracellular volume, his intracellular volume, is the man total body water appropriate for his weight? Okay. إذا يريد الكمية المي الموجودة بالجسم, كذلك يريد الـ extracellular fluid والـ intracellular fluid, وهل إنه كمية المي الموجودة بالجسم مناسبة للوزن مالته؟ A solution. Total body water can be calculated from the volume of distribution of D2O. Okay. لأن إحنا نستخدم D2O حتى نقيس الـ body water. كذلك الاكستراسيلولر فلويد راح نقدر نحددها اللي انحقناه بالمانيتول, اما بالنسبه للانتراسيلولر فلويد احنا قلنا راح نقيسها اندايركت, لان الانتراسيلولر فلويد ايش راح تساوي؟ راح تساوي توتال باي ووتر ناقصا اكستراسيلولر فلويد. ونجي على كيفيه حل هذه المساله. توتال باي ووتر هو يريدها اول شيء. قلنا احنا عندنا ثلاث معطيات مهمه حتى اقدر احل المساله. نسبة ال D2O اللي حقناها بالبداية, نسبة ال D2O اللي طلعت ويا اليوريا, على ال concentration of D2O. رياضيات, هاي النسبة اللي حقناها بالبداية 10% من النسبة اللي حقناها هنا, يعني هي قال 10% طلع ويا اليوريا, يعني يساوي تقريبا ايش قد؟ والله ما اعرف, ما مسوي الرياضيات, بس المهم هاي النسبة 10/100 في 100 راح تطلعني نسبة اللي طلع ويا شو اسمه ويا اليوريا. اوكي, نقصتهن طلع لي 90 على ال concentration اللي هو هذا. اوكي, وتسعين على هذا العدد الرائع راح يطلع لي 42.3 لتر ال total body water. نفس الخطوة بالثانية, بس راح أرجع أعيدها بما إنه أنا شرحتها شلالي بالخطوة الأولى. هو المفروض أشرحها مفصل بالخطوة الأولى, الأولى يلا أشرحها شلالي بالثانية, بس مو مهم. Extracellular fluid volume, همين نرجع المادة اللي حقناها originally amount of amanitol injected, كذلك النسبة مع المادة اللي حقناها, النسبة اللي طلعت من عدها بالجسم ورا ما توازنت بالجسم, قسمة التركيز مع المادة. 500 حقناها أول شيء, كذلك 10/100 في 500 راح يطلع لي رقم. أوكي, هذا الرقم هو نسبة اللي طلع ويا اليوريا. أوكي أوكي, قسمة الـ concentration of magnitol اللي هي 3.2. رياضيات, أخير شي طلع لي 14.1 لتر. خلصنا من الـ total body water والـ extracellular fluid. هسه شي يريد الـ intracellular fluid. إحنا قلنا هو الفرق ما بين كمية الماء الكلية الموجودة بالجسم, وكمية
كمية السوائل خارج الخلايا، فنقص 14.1 من 42.3 طلع لي هذا كمية الـ intracellular fluid. سأل بالأخير سؤال، قال هل إنه كمية الماء الموجودة بجسمه متلائمة ويا عمره متناسبة ويا عمره؟ فش دي يقول the mass stored by water is 42.3 اللي هي هاي قسناها بالبداية which is 65% point واحد. احنا ايش قد قلنا نسبة الماء بالجسم راح تتراوح ما بين 50% الى 70%، المعدل مالتها الوسط مالتها هو 60%، هو ايش قد طلع له؟ طلع له 65%، اذا هو متناسب اوكي، يعني لان هو ما بين المعدل ما بين 65 وما بين 60% of his body weight. حتى نجي شوية ندخل بزايد، 42.3 is the approximately 42.3 كيلوغرام اوكي، ايش سوى هنا؟ هنا قسم 42.3 على 65 وضربها اعتقد في 100%، اي ضربها في 100% فطلع لي وزن الجسم النسبة المئوية طلعت لي 65. حتى تعرفون شلون طلعون النسبة المئوية مال المي، راح تجون تقسمون الوزن مال سوري كمية المي بالجسم نقسمها على الوزن مالته ونضربها في 100%. أنا لما قسمتها بالحاسبة طلعت لي كذا 0.65.07، لما نضربها في 100 صارت 65.07 وتقريبا 65.1% اللي هي نسبة المي بالجسم، واللي هي perfect لأنه مثل ما قلنا وعدناها وصقلناها ألف مرة، فنسبة المي بالجسم راح تراوح ما بين 50% إلى 70%، أما هو قاعد بالوسط 65.1%. وبهذا خلصت المسألة. نجي على آخر سؤال، extracellular fluid differs from intracellular fluid in that، إذا بشنو يختلف السائل خارج الخلايا عن السائل داخل الخلايا؟ it has greater volume، طبعا غلط لأن الانترا هو greater volume، it has lower tonicity اللي هي نفسها الأوزمولارتية واللي هي غلط لأن الأوزمولارتية متساوية، it anions are mainly organs. احنا ايش قلنا؟ قلنا الاكستراسيلولر فلويد واللي راح يحتوي على الكلورايد واللي هو inorganic، اذا راح يحتوي على مواد غير عضوية اكثر مما هي داخل الانتراسيلولر فلويد، اذا هو هذا الجواب. والبقية it has a lower sodium potassium molar ratio اللي هو ايضا غلط، و its pH is lower. احنا قلنا ال pH بالانتراسيلولر فلويد هو الغلط. زين هنا يعني انت بصيغة السؤال دي يقول اف شنو راح يختلف السائل خارج الخلايا عن داخل الخلايا، ممكن تعكسه ممكن تقول شنو يختلف السائل الداخل الخلايا عن خارج الخلايا اوكي، لذلك احنا حكينا بالنسبة للسائل خارج الخلايا وتم بحمده تعالى اوكي. ها هي خلصت المحاضرة، thank you for listening على قولتها، وإن شاء الله نشوفكم بمحاضرة جاية، وأخير شيء رمضان كريم.